يوم المولد النبوي الشريف بيستدعي وقفة لاسترجاع كل القيم والمبادئ اللي اتعلمناها من سيرة نبي الرحمة والاعتدال والعمل والوسطية. اتعلمنا من رسولنا من خاتم الأنبياء سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام قبول الآخر. اتعلمنا التفاهم والتعايش والمشاركة. اتعلمنا حسن الجوار والتعاون. واتعلمنا إن العمل عبادة. واتعلمنا أهمية طهارة اليد. وإن الصدق والأمانة سبيلنا لمجتمع صحي ومتحضر. لما نبص على تعاليم الديانات السماوية نلاقيها منهج متكامل في كل القيم البناءة لحياتنا اليومية. الدين سماحة، الدين ترغيب، الدين حب، الدين بناء، والرحمة صفة من صفات الله عز وجل. المناسبات مهمة والاحتفالات بيها غاية في الأهمية، والأخذ بجوهر المناسبة في غاية الأهمية. الاحتفالات دي ليها معنى كبير، ومن أهم المعاني الرجوع للأصل. هو احنا بنحتفل بيها ليه وبإيه؟ يبقى لما نسأل السؤال ده لازم نسترجع التعاليم اللي تعلمناها عن أنبيائنا وقيمهم ومبادئهم ورسالاتهم. من هنا ندخل لمبدأ العمل عبادة. كل واحد فينا لازم يقف مع نفسه ويسأل، هل بنقوم بعملنا على أكمل وجه؟ هل بنؤدي عملنا بإتقان؟ هل عملنا مهما كان بسيط بيتم إنهاؤه بما يرضي الله؟ طبقا للإحصائيات احنا محتاجين نزود كمية العمل وجودة العمل. مش هقول لحضراتكم النسب دي قد ايه، حضراتكم ممكن تلاقوها بنفسكم بشوية بحث، ولكن اللي هأكده لحضراتكم اننا محتاجين شغل اكتر بكتير وجودة افضل بكتير. في فكر تنموي كبير بيقود البلد حاليا، وفي كمان جهد جبار بيتم، ولكن زي ما المثل بيقول ايد واحدة ما تسقفش. يعني كل واحد فينا يحاسب نفسه على عمله، لأنه في الآخر هيتحاسب من اللي خلقه مش من أي حد تاني. العمل والعمل الجماعي سر التقدم وسر الانطلاق، وده اللي احنا محتاجينه على طول الخط. الكلام ده مش مقصود منه الموعظة، ولكن مقصود منه التحفيز والتشجيع والرجوع للجوهر. كل سنة وحضراتكم في أحسن صحة وحال، كل سنة وبلدنا في سلام وأمان ورخاء واعتدال. مساء الخير وأهلا بحضراتكم في حلقة جديدة من برنامجكم أسواق وعمال. النهاردة هنتكلم عن الموضوع اللي تناولناه خلال الأيام اللي فاتت، الأثار المتوقعة على سوق المال بعد قرار البنك المركزي برفع حدود السحب والإيداع للشركات، بالإضافة لبدء تطبيق رسوم دخول الأجانب 1% على التدفقات الجديدة بتاعتهم. أما دلوقتي فهنبدأ بأهم أخبارنا الاقتصادية. خبرنا الأول من وزارة خبرنا الأول من منظمة الأوبك اللي هي منظمة الدول المصدرة للبترول، واللي وافقت النهاردة على تمديد تخفيضات إنتاج النفط حتى نهاية 2018. أوبك بتسعى للانتهاء من إزالة وفرة المعروض العالمي من الخام وتفادي انهيار آخر للأسعار. المنظمة أعلنت أنه تم التوصل للاتفاق من حيث المبدأ، وبعد ساعات من المناقشات على التمديد ده اللي وصلوا له في مقر أوبك في فيينا، وده حتى نهاية العام المقبل. مندوب أوبك قال إنها ما زالت تناقش وضع سقفا لإنتاج النفط الليبي المستثنى من التخفيضات الإنتاجية بسبب الاضطرابات اللي بتشهدها، وقال كمان إن أعضائها الـ14 هيجتمعوا مع منتجين غير أعضاء بالمنظمة وفي مقدمتهم روسيا في وقت لاحق اليوم للموافقة على تمديد تخفيضات الإنتاج المشتركة. طيب معانا على التليفون السيد عباس النقي امين عام منظمه اوبك، اهلا وسهلا بحضرتك معانا. تعليقك على اللي توصلوا اليه خلال هذا الاجتماع. اهلا وسهلا بكم ورحب بكم مره اخرى على هذه القناة الطيبه. فيما يتعلق في القرار الذي اتخذ هذا اليوم، انا في اعتقادي إنه كان قرار صائب وجيد وممتاز، وكان لابد أن يتخذ مثل هذا القرار في هذا الوقت، خصوصا أننا قادمون على فصل الشتاء، وأيضا هناك التقييد كان لحد الآن ممتاز من قبل جميع الدول الموقعة أو على هذا الاتفاق. والأهم من كل ذلك الالتزام بهذا القرار، يجب أن تلتزم جميع
الدول الموقعة على هذا الاتفاق بهذا القرار. الالتزام مهم جدا، هذا من نتمنى ان شاء الله، وهو قرار في محله وفي توقيته. لما حضرتك بتتكلم على الالتزام، ايه التخوفات اللي عندكم سيد عباس؟ يعني هو تخوفات مثلا، ليش انا تخوفات، لكن يعني قد ما تكون درجة الالتزام في مقدار ما التزمت الدول نفسها في هذا القرار. لكن عندما تلتزم هذه الدول، وكما حصل يعني، وكان يعني معدل الالتزام او نسبه الالتزام كانت كبيره في الماضي، ونتمنى ان تستمر هذه الدول في التزام بهذا القرار كما حصل في الماضي. سيد عباس، في اخر لقاء لينا في القاهره كنت سالت حضرتك السعر العادل المفروض نبقى في حدود قد ايه بالنسبه لبرميل النفط، وحضرتك قلت في حدود $60. احنا دلوقتي بنتكلم في حدود 63-64 دولار، هل بتتوقع ان يحدث ارتفاع في سعر برميل البترول بعد هذا القرار؟ والله يعني بالنسبه للسعر العادل انا دائما اقول السعر المناسب، يعني اللفظه كلمه السعر العادل قد يكون سعر عادل بالنسبه للطرف، ما يكون عادل بالنسبه لطرف اخر، لكن السعر المناسب هو الذي يكون مناسب لجميع الاطراف سواء المستهلكين او المنتجين. الاسعار الحاليه يعني في المستوى يعني المعقول في رايي الشخصي. في اجتماع المفروض ان هو بيتم حاليا او هيتم ما بين الدول الاعضاء والدول الغير اعضاء في المنظمة، وطبعا في مقدمتهم روسيا، هل تتوقع ان يبقى في نوع من انواع التردد او عدم قبول الاتفاق الذي توصلت اليها المنظمة؟ والله اعتقد ان الدول التي اجتمعت وقررت والتزمت في هذا القرار، اعتقد ستلتزم في هذا القرار سواء من الدول المنتجة او الدول المستهلكة طلبا، وحتى اي اجتماع قادم بين الدول الاعضاء في الاوبك ودول غير الاعضاء يعني من الاسباب الرئيسيه لنجاح هذا الاتفاق في وقت كان. السيد عباس النقي امين عام منظمه الاوبك، بشكر حضرتك شكرا جزيلا يا فندم على مشاركتك معنا. نروح لخبرنا الثاني وهو من وزارة الإسكان. الوزير مصطفى مدبولي صرح بأن جهاز تعمير سيناء بدأ تنفيذ عدد كبير من المشروعات التنموية المختلفة بمحافظتي شمال وجنوب سيناء، وأكد أن تكلفة المشروعات اللي بيعمل على تنفيذها جهاز تعمير سيناء تقدر بنحو 4,800,000,000 جنيه بخلاف المشروعات الأخرى اللي بتنفذها الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي. مدبولي أشار إلى مشروعات في محافظة شمال سيناء بتكلفة 3,200,000,000 جنيه وإلى مشروعات في محافظة جنوب سيناء بتكلفة تقدر بنحو 1,600,000,000 جنيه. خبرنا الأخير عن توقيع رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري السيد القصير بروتوكول إطلاق كارت الفلاح، ده بالشراكة بين وزارة الزراعة وشركة إي فاينانس والبنك الزراعي المصري وبحضور وزراء الزراعة والتخطيط والإنتاج الحربي والتنمية المحلية. وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري كانت أعلنت أن منظومة الحيازة الزراعية الإلكترونية التي تعمل عليها الوزارة في الوقت الراهن والمعروفة بكارت الفلاح يستفيد منها 7 ملايين مزارع، وتصل تكلفة الكارت على المزارع 20 جنيه. المنظومة الجديدة هتساهم في توصيل الدعم الزراعي لمستحقيه والقضاء على ظاهرة تسريب الدعم، فضلا عن سهولة حصر الأراضي الزراعية ومعرفة مساحات الأراضي التي تمتلك حيازة. معانا على التليفون المهندس خالد عبد الغني رئيس قطاع المشروعات بشركة إي فاينانس. أهلا وسهلا بحضرتك بشمهندس، وضح لنا إيه هو موضوع كارت الفلاح. هو الأول بس الكارت مش ب 20 جنيه ولا حاجة، وزارة التخطيط ما أعلنش بكده، ده خبر كاذب وعري من الصحة تمام. طيب كويس إن حضرتك أول حاجة لأن أنا سمعت المقدمة بتاعت حضرتك. طبعا
يبقى اذا يعني قبل ما حضرتك تكمل، اذا احنا بنعتذر ان الكارت مش ب 20 جنيه وان هذا الكلام ليس له اساس من الصحه. بشكرك على هذا التوضيح. طيب انا بس خليني اشرح بفلوس ولا هيتوزع ببلاش؟ نعم يا فندم. هيبقى بفلوس ولا هيتوزع ببلاش؟ لا اكيد ببلاش يا فندم، دي خدمه الدوله عايزه تقدمها للدوله للفلاح، فمش معقوله تدفعوا فلوس يعني. كويس ان حضرتك قلت هذا الكلام، واشرح لنا بقى ايه هو كارت الفلاح. طيب لا يعني خلينا نتكلم على المنظومه، هي كارت الفلاح ده جزء يعني من الاجزاء بتاعه المنظومه ككل. هي المنظومه دي بتنترك تحت الاطار العام لتوجه وزاره التخطيط بالتطوير المؤسسي للمؤسسات في الدوله ككل، الحكومه المصريه كلها. من ضمن هذا التطوير طبعا التطوير القطاع كبير ومهم عندنا وبيمثل احد الاعمده الاساسيه في موارد الدوله هو القطاع الزراعي. القطاع الزراعي اللي هو بيمثله واهم عنصر فيه هو الفلاح اللي هو صاحب الحيازه الزراعيه. فوزاره التخطيط مع وزاره الانتاج الحربي ووزاره الزراعه عملوا المنظومه اللي هي اسمها منظومه الحيازات الزراعيه. المنظومه دي يا فندم بتنقسم لمرحلتين. المرحلة الأولانية هي الخاصة بميكانة الحيازات الزراعية على مستوى الدولة كلها. مستهدف فيها حوالي أو اللي كان يعني مخطط فيها إن احنا يتم ميكانة 7 مليون حيازة إن شاء الله على مستوى الجمهورية كلها. تمت حتى الآن ميكانة حوالي 60% من المساحات الأراضي الزراعية بما يمثل حوالي 3.2 أو 3.3 مليون فدان لاصحاب الحيازات الزراعيه. والمرحله دي شغاله في ان هي بتميكن الحيازات الزراعيه وبتسجلها على قاعده البيانات وبيتم اصدار كارت للحيازه. هنا كارت للحيازه وده مهم جدا. النقطه المهمه جدا هنا يا فندم ان الهدف من المرحله دي انشاء قواعد بيانات قوميه مميكنه للحيازات الزراعيه بحيث ان الدوله تبقى عارفه الحيازات الزراعيه بتاعتها الدقيقه اللي بالبيان السليم بالرقم القومي، والمميز هنا الرقم القومي للمواطن صاحب الحيازه، وده مهم جدا عشان دقه وصحه البيانات والقدره بعد كده على معرفه المواطن صاحب الحيازه الفعلي، ومفيش الحيازات الوهميه اللي كانت بتبقى موجوده او الحيازات المضروبه. النقطه المهمه هنا ان ده في نتيجته الحمد لله ان دلوقتي بعد ما تم ميكانه معظم هذه الحيازات دخلنا على المرحله الثانيه وهي مرحله الحصر الزراعي الموسمي للموسم الشتوي. بمعنى ايه؟ بمعنى ان الجمعيات الزراعيه بتنزل الباحثين بتوعها ومعاهم طبعه الكترونيه من الحيازات اللي تم ميكانتها وبيشوفوا المزروعات الفعليه والاراضي اللي موجودة فعليا على الأرض، مساحات الأراضي الفعلية اللي تم زراعتها ونوع الزراعة اللي موجودة، وبيتأكدوا أو بيدققوا كمان البيانات اللي تم تسجيلها في المرحلة الأولانية. احنا ابتدينا المرحلة الثانية في محافظة البحيرة، وهي بالمناسبة محافظة البحيرة تمثل أكبر محافظة لها مساحة زراعية في جمهورية مصر العربية، وإن شاء الله نخلص على شهر إبريل اللي جاي اللي هو في نهاية الموسم الشتوي أو الموسم اللي هو بينتهي إن شاء الله في إبريل 2018. وبتستمر إن شاء الله المنظومة إن هي تدخل في المواسم الحصاد الثانية أو المواسم الزراعية الثانية بإذن الله الموسم الصيفي 2018 وهكذا تستمر وزارة الزراعة بتنفذ. طيب يعني نقدر نقول إن هيبقى عندنا قاعدة بيانات حقيقية على المستوى الزراعي في مصر القومي بالكامل لأول بالكامل. مرة هيبقى الدولة هيبقى عندها قاعدة بيانات قومية وميكنة فيها بيانات طيب. دقيقة ومن على الأرض ومدققة وبتقدر البيانات دي إن هي من خلال إحصائيات والنتائج اللي بتطلع إن متخذ القرار يقدر يشوف البيان الدقيق الصحيح اللي ياخد عليه قرار سواء بقى في مية اخر ده اللي انا عايز اسالك بقى اخر سؤال. انا كفلاح استفيد ازاي من الكارت ده؟ انت اهم واحد كفلاح، انت اهم عنصر في المنظومه دي كلها. الخدمات اللي هتطلع لحضرتك سواء ان بيتوجه لحضرتك السماد بتاعك، حضرتك تستلم السماد بتاعك بدون اي تدخل عناصر بشريه بعد كده تتحكم في الكميات اللي حضرتك تاخدها، تبقى الاسمده متوفره لحضرتك نتيجه المزروعات اللي حضرتك هتزرعها، فالدوله تعرف تجيب لحضرتك انه نوع من انواع السماد والمواد الكيميائيه وتوفره لحضرتك في الجمعيه،
توفر لك الميه بتاعتك نتيجه ان الدوله عارفه ان المحافظه الفلانيه او الاداره الفلانيه او الجمعيه الفلانيه او الحيازه الفلانيه او المساحات بتاخد بتزرع قد ايه. اهم حاجه ان في خدمات ماليه وفي يعني خدمات للتامين بقى الصحي للفلاح وخدمات ماليه تتحط على الكارت وحضرتك تقدر تستفيد بيها. البروتوكول اللي تم توقيعه امبارح مع افتتاح غرفه العمليات الساده الوزراء افتتحوه كان الهدف منه توفير افرع البنك الزراعي المصري اللي موجوده على مستوى الجمهوريه ان هي تبدا في تسليم الكارت ده ان شاء الله. مشكرك. اول ما الحكومه هتطلقه في القريب باذن الله. شكرا جزيلا باشمهندس خالد عبد الغني رئيس قطاع مشروعات بشركه اي فاينانس، بشكر حضرتك ودي اخبار ايجابيه للغايه، وبشكرك برضو على التوضيح على ان هذا الكارت سيتم توزيعه على الفلاح دون اي رسوم. هنطلع فاصل ونرجع نتكلم مع حضراتكم ومع ضيفنا وضيفكم عن اثار قرار البنك المركزي المصري الاخير برفع كافة القيود على سحب وايداع العملة الصعبة للشركات ومن قبل للافراد. خليكم في اسواق واعمال.